السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بمشاهدينا الأعزاء، حلقة اليوم هنتكلم على نوع من أنواع الأراضي. وأنا فكرت كتير في موضوع الحلقات ديت، إن إحنا عندنا مثلا أنواع كتيرة من الأراضي في المنطقة، الأراضي الرملية والجيرية والطفلية الحمراء والطفلية الرمادي والأراضي المختلطة. فأنا فكرت إن أنا أعمل كل يوم حلقة عن نوع من أنواع هذه الأراضي، نتكلم ونقول إيه هي مميزاتها وإيه هي عيوبها وليه هي اتسمت بهذه التسمية، بحيث كمان نفيد صغار المزارعين أو المستثمرين اللي عايزين يجوا يشتروا أراضي، يبقى من رؤيته لهذه الأرض وشكلها يعرف الأرض دي فيها إيه. فبقدر الإمكان أنا عملت كام حلقة كده هننزلها كل يوم إن شاء الله. حلقة اليوم هنتكلم على التربة الجيرية. التربة الجيرية دايما لما أنت بتشوفها بتلاقيها لونها مبيض، في صخور جيرية حواليها، في جبال جيرية. هتلاقي في مقطع الفيديو في الشكل الصخرة البيضاء شكلها إيه، الأرض بتبقى لونها أبيض زيادة عن اللزوم. هنعرف ليه اتسمت بهذه التربة الجيرية، ليه اتسمت بالاسم ده، إيه هي الخواص بتاعتها، ايه العلاج فيها، ايه النباتات اللي تجود فيها، لكن تحت هذه التوصيات. فمع بعض كده نتفرج على الفيديو وتسمعوا الكلام اللي انا بقوله بتركيز، ولو في اي معلومة جديدة تفوها في التعليقات، في اي نصيحة، احنا بنحب النصايح وبنحب العلم والمعرفة، كل ده في سبيل تذليل المعلومات لكل الناس. يلا مع بعض نتفرج على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض الجيرية، الأرض الجيرية بتحتوي على كربونات كالسيوم بنسبة لا تقل عن 8% بل أكثر. طيب الخواص الكيماوية إيه؟ أول حاجة، التحليل المائي لكربونات الكالسيوم يؤدي إلى زيادة الكلوية في التربة، ممكن يوصلها إلى البي اتش بتاعها 10. وزي ما احنا عارفين قبل كده إن جدول البي اتش أو حموضة التربة من 1 لـ 6 تربة أو وسط حامضي، 7 متعادل، من 8 ل 14 قلوي. فتحلل المائي يعني لما نيجي نمسك كربونات الكالسيوم وندوبه في ميه في غياب ثاني اكسيد الكربون بيدينا قلويه عاليه لغايه 10 بي اتش 10، لكن في وجود ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الهواء الجوي بتنخفض نسبه البي اتش بتاعتك من 8 ل 8.5 اللي هو في الجو الطبيعي. طيب في نوع من انواع برضو الاراضي الجيريه المغنيسيه، ده بتكون موجود على شواطئ البحار، بيكون نسبة البي اتش بتاعها من 9.5 لـ 10. الحاجة التانية كمان ان انت عندك من الخواص الكيماوية اللي عاملة مشكلة في التربة الجيرية او الاراضي الجيرية، هو تحويل الفوسفات الى صورة غير ميسرة مترسبة، عن طريق ان ايونات الكربونات بيمتص ايونات الفوسفات ويحولها الى ايونات فوسفات ثلاثي الكالسيوم، وده بيبقى صورة غير زائبة، فبالتالي مفيش استفادة نهائية من الفوسفات اللي بيتحط ليه النبات اللي هو بيدينا الفوسفور. كمان في حاجة كمان، ان المركبات الحديد كلها بتتحول الى كربونات الحديد وبتبقى في الصورة غير زائبة. يبقى احنا عندنا البي اتش مرتفع يعني الارض قلويه وشديده القلويه، الفوسفات بيترسب، الحديد بيترسب، عناصر كتيره بتبقى في صوره غير ميسره للنبات في التربه الكلسيه او الجيريه، تمام، نتيجه ارتفاع كربونات الكالسيوم فيها. بجانب ان في بقى حاجه كمان، ان النباتات مش بتستفاد التسميد النيتروجيني اللي في صورة نشادر. زي ايه؟ زي ان عندك لما تيجي تستعمل سلفات النشادر مع كربونات الكالسيوم بيحصل فقد في عنصر النيتروجين بنسبة 5%، ده لو في حالة البي اتش بتاع التربة كام؟ 8، يعني اقل حاجة في التربة الجيرية. طب لو التربة الجيرية مرتفعة البي اتش بتاعها بيوصل لـ 9، بتفقد اكتر من 40% من النشادر اللي موجود في الاسمدة النيتروجينية اللي في صورة نشادر، تمام. خلي بالكم من النقط ديت. النقطة كمان الخامسة،
او الاخيره في الاراضي الجيريه، ان بيحصل لما بتروي بيحصل تصلف في الطبقه السطحيه عند جفاف سطح التربه. يعني انا رويت وبعد ما يحصل الري ويبدا الارض كده تجف، تلاقي الارض السطحيه دي مصلبه ناشفه، ده نتيجة التصاق حبيبات التربة وشغل بقى الفيزيائي والكيميائي في خواص التربة الجيرية بتزيد في حالة الأراضي اللي بتستعمل الري بالرش أو بالبيفوت بأنواعه، بيحصل فيه زيادة في الموضوع ده. طب العلاج إيه؟ العلاج في الأراضي الجيرية هنختصر ونقول أول حاجة إن أنت بتستعمل الأحماض المختلفة زي حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك مع الري، عشان الأحماض دي التربة القلوية ودي أحماض، فبيبتدي يحصل تعادل وتيسير شوية للعناصر السمادية، بجانب إن أنت بتستعمل رش جميع العناصر السمادية الصغرى زي الحديد والمنكنيز والبورون وخلافه رش، ما ينفعش سقاية، بتدي الكالسيوم رش، ما ينفعش سقاية، بتدي النيتروجين في صورة غير نشادر، ما ينفعش نشادر، ينفع نترات. طيب كمان حاجة تانية، ان انت بتستعمل الكبريت الزراعي ولا ينفع استعمال الجبس الزراعي، الكبريت الزراعي عشان يزود من حموضة التربة. زيادة الأسمدة العضوية، يعني مثلا لو قالك في الأراضي العادية بتحط من 20 لـ30 متر مكعب سماد عضوي، لا أنا أحط 50، أحط 60 متر مكعب في الفدان الواحد في الأراضي الجيرية، أستعمل الأسمدة الحيوية زي الشاي الكمبوست اللي أنا بجيب المخلفات الحيوانية وأخمرها وأستعملها، في الحالة دي بتقلل من قلوية التربة، بتزود من الاستفادة بالعناصر السمادية اللي موجودة في التربة، فدي مهم جدا، خلي بالكم من الحاجات دي، مفيش حتى يقولها لكم. يبقى أفضل والأحسن إن أنت تستعمل الأسمدة العضوية كتير، تستعمل الأسمدة الحيوية على مدار العام. طب في حاجة غير شاي كومبوست؟ في الخميرة والعسل، في اللاكوباسيلس، في سماد الكوكتيل، في الأسمدة الـ EM1 بكل أنواعها، في الأسمدة الحيوية اللي أنت ممكن تعملها موجودة في القناة زي ما أنت عايز، بس اللي يتفرج. طب إيه الزراعات اللي ممكن تنجح في الأراضي الجيرية تحت إيه العلاج اللي إحنا قلنا عليه؟ أما التربة الجيرية كده بدون ما نستعمل أسمدة حيوية أو نستعمل العناصر الصغرى رش أو الفوسفور رش أو الكالسيوم رش أو النيتروجين في صورة نترات، هنقع في مشكلة كبيرة. طب ايه النباتات؟ القمح والشعير والذرة والبقوليات، عندك الطماطم والباذنجان والفلفل والكوسة والبطيخ، عندك في الأشجار الزيتون واللوز والعنب والرمان والنخيل والخوخ والكمثرى وايه كمان واللوز، تمام. فكل دي حاجات تنفع في التربة الجيرية الكالسية اللي فيها كربونات كالسيوم عالي. وليه رجاء اي انسان هيشتري ارض جديدة او اشترى لازم يعمل تحليل تربة ومية، ولما يطلع نتيجة التحليل لازم يسأل اسئلة مستفاضة في كل رقم في نتيجة التحليل مع الدكتور اللي عمل له النتيجة في المعمل، مش يجيب النتيجة ويقعد يزح على السوشيال ميديا في الواتس والتليجرام ويا اخوانا ايه نتيجة التحليل ده وايه الارقام دي، لا، اللي عمل لك التحليل هو اللي يقول لك كل صغيرة وكبيرة ويقول لك العلاج ويقول لك النباتات المتاحة في هذا المجال. فأتمنى تكون حلقة اليوم حلقة مثمرة ومفيدة، وعرفنا فيها التربة الجيرية الكالسية اللي فيها كربونات كالسيوم، ايه الخواص بتاعتها وايه العلاج بتاعها وازاي نستفاد بيها. على لقاء آخر في حلقة التربة الطفلية.